بإذن الله. شفت ازاي بقى عودة رامي ربيعة للتشكيلة الأساسية في النادي الأهلي بعد فترة غياب كبيرة يا كابتن عادل؟ يعني تقييمك للاعب، يعني رامي ربيعة يمكن الناس كلها كانت بتتكلم عليه بعدها وعلى انه قد ايه، شوف فترة غياب بس رجع وأدى أداء كبير قوي في الملعب. من خلالك يا ساره بقى، رامي ربيعه طبعا انا بعزه جدا وبحبه جدا، ولاعيب بيمتلك كل المهارات، بس انا ببعت له كده رساله صغيره تفضل. من واحد يعني مدرب مدير فني وبيحبك قوي. انت لما بتبقى مركز طول المباراه 90 دقيقه بتأدي اداء رائع، لما بتحاول انك تعمل حاجه زياده فيها نوع من المظهريه، الحاجه دي مش مطلوبه، وخاصه لما اكون انا بلعب قلب دفاع الخطأ بتاعي لا يغتفر. على فكرة رامي بيلعب باك رايت كويس قوي، ويلعب هاف ديفندر كويس قوي، وبيلعب مساك، فبيلعب الثلاث أماكن. يا ريت يا رامي أنت لو بتشوفنا، أرجو أنك أنت زي ما أنت الماتش اللي فات تقريبا يا رامي ما فيش غلطة، يعني كل تمريراتك قاطع، كل حاجه جميله، وشوف انت رد فعل الجمهور بالظبط، رد فعل حابينك قد ايه، يخليه فعلا او يخلي اي لاعب لما يشوف الجمهور راضي عنه بالشكل ده ومبسوط بيه بالشكل ده، ان هو يبقى كل مباراه ينزلها بياكل النجيله ومركز ال 90 دقيقه، مركز حتى الوقت الضايع بالظبط 95 دقيقه 95 دقيقه، لان غلطه تضيع منك بطوله. فانا قلب دفاع لازم انا، وهو طبعا عارف الكلام ده ومن ولاد النادي ومن حاجات اللعيبه، عنده المهارة وعنده اللي بيقطع الكورة كويس، بيلعب بدماغه كويس في الكورنر، الكرات الثابتة ممكن يجيب بيها منها أهداف، بيسدد كويس قوي، بيشوط كويس قوي، بيغطي كويس قوي. يا رامي عملية التركيز 90 دقيقة وعملية التغطية على مع زميلك من هنا أو من هنا دي عملية مهمة جدا، وأنا شايف إن أنت تبارك لك على الماتش اللي فات، كان ماتش رائع، وإن شاء الله اللي جاي أفضل بإذن الله تعالى. إن شاء الله.